بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد من الحلقة الأولى من لعبة Red Dead Redemption 2. أخيرا يا جماعة الخير سمحت لي الفرصة أني ألعب اللعبة حاليا على البي سي، فنويت يعني أسوي لكم عنها حلقات حلوة ومنها بغصب نفسي عشان ألعب اللعبة أكثر وأختم القصة وأي الحركات. فليتس جو. طبعا عشانكم على السريع ايش صاير، نحن حاليا ضايعين بالثلج فما ندري وين نروح ابدا، واذا بقينا اكثر بالثلج راح نموت طبعا. فلذلك في شخص جانا اللي هو شخصيتي انا اللي راح العب فيها اسمه ارثر، قال تعالوا الحقوني انا لقيت مكان جديد عشان نخيم فيه وندفئ نفسني يعني احسن من هذا الثلج. فحاليا القبيله كلها ردت عليه ورايحين باتجاه البيت اللي هو حصله، وبس يعني راح اترككم على الاحداث حاليا عشان ما نترثر زياده عن اللزوم. فليتس جو. اوكي حاليا وصلنا على المكان اللي حصله ارثر، واخيرا خلينا نشوف هالمكان. والله مبين عليه مكان حلو صراحه، يعني احسن من برا والثلج وهي الحركات. اتوقع راح نتدفئ منيح. وطبعا شباب في عندنا واحد كمان مجروح معانا، ما اعرف من هو الصراحه، ولكن شوف مثل ما شايفين امامكم مجروح، ما ادري ايش صاير له حاليا. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. Oh, في واحد منهم كمان ميت. Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike. هذا اللي جالس يتكلم هو رئيس العصابة شباب، اسمه دوتش، هو رئيس العصابة. See if we can find one of them. Miss, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. كفو والله كفو، والله كفو شباب، والله كفو. اللي مو فاهم ايش صاير حاليا طالعين ندور على اكل او اي شيء ممكن نستفيد منه عشان نفيد القبيله تبعنا يعني. وفي حتى من قبيلتنا ناس مفقودين ما حصلناهم الى الان، واحد من ابرز افراد العصابه في نقول بدل القبيله اسمه جون يا جماعه، اسمه جون. We'll do our best to stick to the trail. Let's go, يا حبيبي. Goddamn weather. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. إلى الآن شباب القصة جدا ممتعة حاليا، لازم نساعد فريقنا، لازم ندبر لهم أكل، لازم نشوف أي شيء ممكن يستفيدوا منه يعني ونحن ندفئ نفسنا وهي الحركات. أوكي عملي أحذر من إنك تعدي الجسر هون، ما عليك يا حبيبي ما عليك عندي. أنا اللي أحذر، أيوة. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله. Those people warm and fed. حاليا جالسين ندور على أي شيء ممكن يساعدنا علشان يعني ننقذ القبيلة تبعنا من الموت، لازمنا أكل، لازمنا أي شيء ممكن نستفيد منه. فنحن رايحين نبحث، ما أدري وين راح نوصل حاليا ولكن راح نشوف. Is that someone coming towards us? أوف شباب لقى واحد جاي باتجاهنا، قال في أحد جاي باتجاهنا حاليا، ماني شايف أحد أنا، وين؟ هي وين في أحد جاي باتجاهنا؟ أوف. إيه والله في أحد على الحصان. مين هذا الشباب؟ ما أدري من هذا. مايكا. جنتلمان. أوه هذا واحد منا، واحد منا، أوكي. Found a little homestead down that way. الله. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Nice. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. يلا يا حبيبي حصل مكان في ناس وفي زحمة زي كأنهم جالسين يعملوا حفلة يعني، فرح نروح نشوف ايش وضعهم، بلكي نلاقي اكل عندهم وبلكي ممكن يساعدوني يعني. ليتس جو نشوف. اوكي وصلنا على المكان حاليا يا حبيبي، هذا هو المكان اللي جالسين يرقصون ويسوون حفلة فيه. تعالوا نشوف اذا ممكن نستفيد منهم ولا لا يا حبيبي، والله متحمس حتى اعرف ايش حيطلع معاهم. يلا يا زعيم وين نروح؟ يلا يا دوتش يا حبيبي، دوتش هو رئيس العصابة طبعا، هو اللي بقرر حاليا ايش نسوي نحن، وجالس ارد عليه طبعا باني فرد من افراد عصابته لدوتش. اوكي خلينا نوقف الاحصنة بهذا المكان، اصبر خليني بس اتقدم. لازم نربط الاحصنة هون كاتب، ايوه اربط الحصان. يا سلام يا سلام. خلاص.
We don't want to spook these fine people. طيب ايش بنسوي حاليا؟ هو مكتوب الحق دوتش. طيب يلا يا دوتش امامي، يلا روح انا وراك. Let's go. Someone's having fun in there. بالله تشوف والله. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating. صحيح. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind. أوه كاتب لي أنا روح على هاي تخبى هون. حط لي أنا تخبى جوا هون. يلا ليتس جو نتخبى جوا هون. أيوة اضغط كيو عشان تتخبى. هاي تخبينا. أوه والله نايس، والله نايس حلو. يمديني أناظر كمان ولا ما يمديني؟ أوه أوه والله يمديني أناظر، كفو والله حلو. يلا ها أنا واقف حاليا مكاني. بيتكلم معاهم هو الشباب، الرئيس تبعنا بيتكلم مع أصحاب البيت اللي جالسين يسوون حفلة. تعال نشوف ايش حيقولهم. Hello friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. We can't help you, mister. I got folks. ايش في هذا؟ Arthur. اوف. Arthur, we got a problem. اوه في واحد ميت، في واحد ميت. اوه قاتلين واحد يا شباب، قاتلين واحد. لازم نساعد حاليا الزعيم، لازم نساعد الزعيم. رح تدعسوه والله. ابلع يا حبيبي، ابلع انت وياه، ابلع ابلع. يلا سريع انا اوريك. ابلع ابلع. في واحد هون فوق، ايوه طيرت سلاح من يده. روح طلع راسك يلا. ابلع. من فين جا هذا؟ نط يا حبيبي نط. وين الرئيس؟ والله ما تمشون والله. خرطش؟ والله ما يلمسوك، والله ما يلمسوك والله. Let's go يا حبيبي. قال هو يروح يجيب الأحصنة هذاك اللي معانا، وأنا خليني أروح أدور جوا إيش فيه ممكن أحصل. والله عجبتني الفكرة صراحة. Let's go. أيوه. أوه مدين لوت، مدين لوت. اصبر. أوه تعال ندور أكل. أوه أوه أكل والله أكل. كفو جيب أكل يا حبيبي. أوه أنا جوعان يلي. اصبر بناكل شوي. يا سلام والله باكل اكثر شباب، اكلي بالمره صاير كل. يا سلام يمديني اكل كمان ولا ما عاد عندي؟ والله ما عاد عندي. اصبر خليني ناخذ هاي. لازم اخذ كمان للفريق تبعي يا محمود، لا تطمع كثير كله لنفسك يعني. ايش معنا هون على الطاوله يا حبيبي؟ شيء ممكن ناخذه؟ هاي ما يمديني اخذها، هاي صغيره. اوه والله يمديني. يلا خذها. ايوه يا سلام اخذنا حاليا. اوه ايش هاي الصوره هاي؟ اوه والله ما اعرف ايش الصوره شباب. If we can't eat it or drink it, put it down. كاتب لي إذا ما فيك تأكلها أو تشربها حطها مكانه، لأنه راح نستفيد منها أصلاً. والله صادق، والله صادق. طيب خلينا نفتح الصندوق حالياً، إيش ممكن نحصل هون؟ والله شو هاي؟ ما أدري إيش أسحب. أوه حصلت فلوس، والله حلو، حصلنا فلوس. طيب تعال نشوف هون كمان، راح ناخذ كل شيء ممكن نستفيد منه حرفي، أنا بس حطوني على اللوت يا حبيبي، والله ألوت لكم كل شيء. افتح، أيوه، خذ. دخان؟ اي والله دخان، دخان من الجودة الفخمة يا حبيبي. ما ادري اذا دورها، في يمديني اطلع لفوق؟ اوه والله يمديني صح، كفو، اطلع. والله لنلوت كل شيء يا حبيبي، لوت. خذ هاي، وخذ هاي. يا سلام، لقينا دواء حاليا، اتوقع دواء ولا ايش هذا بالضبط؟ فاتوقع خلصت، هو قال بس تخلص اطلع لي، انا خلصت حاليا فخلينا نطلع له، ليتس جو. هلا والله، هلا والله بالعصر، والله ماني ودي اطلع يا شباب، الجو جوا احلى بكثير. طيب شوف حاليا ايش راح يطلب منا نعمل. بما انه في اضاءه وحركات اي والله هو هو صح، لان يمديني افتح الباب. افتح الباب. يا سلام بسم الله. اوه في حصان، والله يمديني اخذ الحصان، حلو. هلا والله بالحصان. اوه اوه يا حيوان، والله في واحد طلع هون. ابلع والله لوريك، والله والله لوريك. ايه اوف اوف اوف. ابلع ابلع. تعال يا حيوان، متخبي لي فوق وتنط لي بالحركات. اصبر انا اوريك، انا اوريك. وابلع. تستاهل. يلا على الارض، على الارض. يلا ايش بتسوي؟
سألت الزعيم هل ممكن أقتله يعني أم لا؟ طيب تعال تعال يلا تكلم تكلم اتكلم يا حيوان تكلم. وين أفراد عصابتك؟ وينهم؟ وينهم؟ أيوه ها تكلم أيوه كمل. حلو كفو ابلع كمان واحد اتكلم أكثر يلا. شو تسوي هون يلا؟ أوف راح يهجمون على القطار. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. أوف لا. Bring that horse when you're done. هو لا أجيب الحصان معي. هل تصرف معه ولا ما لي دخل؟ شباب إيش أسوي فيه؟ Please. أوه والله حرام. Please spare me. حزني شباب والله حزني. I promise you won't see me again, Arthur. I won't breathe a word to nobody. ولا كلمة. خلاص راح أتركك حاليا يلا ها. بس على الأقل أخذ حقي يلا امشي حرك من هون يلا بما إني شخص طيب أنا حرك بشوف وجهك هون حاليا يلا امشي غبي وين سلاحي؟ جيب سلاحك يا حبيبي وجيب القبعة معانا حاليا راحت الهيبة يا حبيبي أنا حاليا آرثر يا حبيبي آرثر ما يروح هيبته حاليا بهذا الشكل طيب خلينا نجيب الحصان حاليا أوه والله لون الحصان حلو إيزي يا حبيبي خلاص صار لنا الحصان أتوقع يمديني أركبه ولا ما يمديني؟ يلا تعال جيب تعال معي اتوقع هذا بيخلوه حصاني لكامل اللعبه ماني متاكد صراحه بس بصير حصان يعني بما اني بدات فيه ما اتوقع اني راح اتخلى عنه شوف الحصان احلى والله العظيم حصان حلو صراحه راح نرجع لعند القبيله حاليا معانا اي والله حصان حلو عم بقول لي الرئيس حاليا معاك حصان جدا حلو لازم تخليه معك يعني لازم يصير لك اوف ايش هاي ايش في ايش في ايش في في وحده تصرخ Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Michael! Look at her! Miss! Miss! Are you... Fuck, you fool! لا احترق البيت يا غبي! Miss! Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick! اوه ماي جاد احترق المكان كله والله انك غبي. اوف ناخذها معانا حاليا. والله المكان صار يحترق اوه ماي جاد. أيوة. Keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Sadie. Whoa! والله احترق المكان بالكامل. Mrs. He was my husband. Oh. ما أدري الصراحة ما فهمت بس آخر كلمة قالتها إنه كان زوجي. توقع هذا الميت هون شباب كان زوجها حالياً. ماني متأكد بس هن اللي قتلوا زوجها ناخذها معنا حاليا للقبيلة تبعنا عشان تتعود على المكان وما تبقى هون لوحدها وهي الحركات اوه ماي جاد على العاصفة الثلجية حاليا الموجودة معنا والله شيء صراحة خطير ووو شباب حاليا طالعين رحلة البحث عن جون طبعا جون واحد من افراد العصابة معنا مفقود بالثلج انفقد معنا فرايحين نشوف وين صار حاليا وليتس جو على بركة الله نروح نشوف وين صار اوه ايش هذا يا حبيبي في حصان ميت هون او ماي جاد اوه والله واحد جالس يصرخ حركتك حلوه والله الصوت يطلع من هون تعال يلا يلا وين رايح اي والله العظيم الصوت يجي من هون شباب حاليا حاول يطلق عشان حس انه في واحد قريب من هون ليتس جو خلينا ننزل يلا مشينا يلا ها اوه صح والله اللي يجيب الشاتجن حاليا من الحصان عندك ما تعرف ايش يصير ممكن يعني يتعرض لاشياء ثانيه فهات جيب الشاتجن يا حبيبي طلع الشاتجن يا سلام يلا ليتس جو انا جاهز حاليا
اوف في جهاز السير يا حسان يا حبيبي فضحنا يا حبيبي وانزل It's slippery, be careful. Watch your head here. شان انزل راسي Okay from here. Take a drink of that. Thanks. وينك يا جون وينك تعال نديله جون Marston, you hear me? جون John, you there? جون مورستون وينك That's John. فينه والله مو شايفه تحت جالس يقول تحت وين تحت والله ما اشوف اي احد او ماي جاد وين بالله تحت صاير وين تحت ما اشوف احد اوه والله صح سكراتش يو جوت ذير اوه نيفر ثوت ايد سي ذس بس Good to see you, Arthur Morgan. مخربشينه يا جماعة الذئاب أو شيء. مخربشين وجه الذئاب. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. أيوة خده معك. Don't die just yet, cowboy. اوكي شباب مثل ما شايفين حاليا حصلنا جون وراح نرجعه على القبيله تبعنا فطبعا كانوا الذئاب مخربشين وجهه ولا شيء هاي سبب يعني الخربشات اللي كانوا بوجهه ما علينا حاليا ليتس جو اوه مو وقتك يا حبيبي والله في ذئاب والله اوه والله في كثير يا حبيبي هذول هن طبعا اللي خربشوه اتوقع والله لانتقم لك انتقام مو طبيعي حطه بس لك استلمه انت انا اوريك انا اوريك تعال يلا تعالوا وين رحتوا والله لا اكلكم تعال اي ما يموت ما يموت شباب تعال لا ابدبحه خلاص هرب يا شباب حاليا تم الدعس عليكم بنجاح مع السلامه وين الحصان تبعي؟ تعال. اه معلش الحصان هذا مو حصاني، وين حصاني انا؟ تعال حصاني. واركب. اخيرا جبنا جون. يلا يا جماعه يلا احد يساعد يلا. فينكم؟ الو؟ احد يجي يساعد يلا. الو؟ يا حبيبي وين راح الاخوان هون؟ يلا يلا تعالوا ساعدوه يلا 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 جبنا لكم جون ايوه اوكي انا حاليا صرت داخل البيت يمديني ايش اسوي يمديني ابحث على اغراض ايوه لا والله يسكرها برجله يا جماعه بس بس خليني اخذ اغراض هون حاليا او ما يمديني انا فل حاليا اوكي انفنتوري عندي فل هلا والله بالشباب جالسين يتدفئون هلا والله والله بجلس معاكم شوي هون تعال نجلس معاهم شباب يمديني اجلس صح اي والله يمديني اجلس